الهارب منال محي الدين قدمت حفل موسيقي متميز جدا مع عازف الكمان حسام شحاتة على المسرح الصغير، وتضمن برنامج الحفل عدد من المقطوعات الشرقية والغربية الشهيرة. للفيولين والهارب، وهو بس دكتورة منال بتقول ان هي اكتر للفيولين، بس هو فعلا الهارب ليه دور كبير جدا. عزفنا سوناتات لمؤلف دونيتسيتي اسمه دونيتسيتي، وشبور ديت للفيولين والهارب. عزفنا مقطوعة لباجانيني للفيولين والهارب برضو. الشكل اللي احنا بنعمله ده اللي هو بنقول عليه الريسيتال، اللي بيبقى دايما آلة ومعاها آلة تانية، اذا كانت بيانو او هارب، او في الغالب بتبقى بيانو او هارب. فالشكل ده من الحفلات بيبقى يعني عايز تحضير جامد قوي، ويعني محتاج مستوى معين من العزف ومن الاتقان.